طب انا عايز اسالك يا دكتور هشام، احنا معانا على التليفون دكتور سمير محمد عبد الوهاب مقرر لجنه المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني. اهلا بيك يا دكتور سمير. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه يا فندم؟ اهلا وسهلا. احنا معانا داخل الاستوديو دكتور هشام مصطفى رئيس حزب الاصلاح والنهضه، وكنا بنتكلم على ان شاء الله بدء الجلسات الفعليه للحوار الوطني ان شاء الله يوم الاربعاء، وكنا بنتكلم على اللجان المختلفة وإنه سوف تعرض كافة الآراء. لو إحنا جينا نتكلم على لجنة المحليات، هل هتبدأ أيضا جلساتها بدءا من يوم الأربعاء القادم، أو إنه اللجنة سوف ترجئ مناقشاتها وجلساتها للأسبوع اللي بعده، أو إذا كانت ترجئه إلى ميعاد آخر؟ هو طبعا أعتقد كل اللجان هتبدأ في وقت واحد يعني، لكن هو يمكن اليوم الأربعاء على ما أعتقد أنها تبقى عبارة عن جلسة عامة، يعني جلسة افتتاحية عامة ممكن يحضرها كل المقررين والمقررين المساعدين، وممكن يبقى المدعوين للمشاركة في اجتماعات لجان الحوار الوطني يعني. ولكن بالتأكيد الاجتماعات الفعلية للجان ممكن تبدأ الأسبوع اللي بعديه يعني هو يوم الأربعاء هيبقى الجلسة الافتتاحية، ممكن هتبقى من بداية يوم الأحد زي ما عرفت يعني. طب دكتور على سمير، على أساس إن هيبقى يوم مخصص للمحور السياسي والأحد، وممكن التلات للمحور الاقتصادي، والخميس للمحور الاجتماعي أو المجتمعي. طب احنا يمكن اللي وصل لنا انه في حوالي عشرات الالاف من الافكار والمقترحات واوراق العمل اللي بالفعل راحت لمجلس الامناء لقراءتها وبحثها وما الى ذلك، ومن ثم توزع او تذهب الى اللجان المعنيه بهذا الموضوع. ابرز الملفات اللي واصله للجنه المحليات ايه؟ هو طبعا يمكن من بداية دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني، وكان فيه مقترحات وصلت للأمانة الفنية للحوار الوطني من جهات مختلفة ومن يعني خبراء ومواطنين عاديين، والأمانة الفنية للحوار الوطني قامت بتصنيف هذه المقترحات والقضايا ووزعتها في البدايه يعني من فتره طويله على اللجان. ولكن بالتاكيد في الفتره الاخيره دي الاحزاب السياسيه والقوى المختلفه وبرضه اللي هم عندهم مقترحات اكيد بعتوا مقترحات اخرى، واكيد برضه الامانه الفنيه بتقوم بنفس العمل اللي قامت به، وبمجرد بدايه الاجتماعات او ربما في خلال الاسبوع ده توزع ايضا على اللجان بحيث انها تبقى تحت نظر اللجان ايضا، وان ممكن يتم الاستفاده منها بالاضافه للمناقشات اللي هتتم في الاجتماعات دي. وبرضو اكيد اللي هم قدموا مقترحات هيحضروا او معظمهم على الاقل هيحضر الاجتماعات دي، فممكن في نفس الوقت يعرض اللي هو كان مقترحاته ايه. بإذن الله أشكرك جدا دكتور سمير، كل الشكر دكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني.